رجاك البسلك اجريك شيل الفرد من ايدك. كيف رح تقدر تحط راسك على الخدة وترتاح؟ انت قتلتني، قتلتني. لا هيام، لا لا هيام. شو في؟ شو بيك حياتي؟ هيدا حلم، ما في شيء. شو صار معك يا كريم؟ كريم خليك واعي، خليك مفتح عيونك. بحس في شيء كمشني بزلعيني وعم يخنقني و بفقد توازني و بيضربني وجع راس كثير قوي. حبيبي حياتي شو حاسس؟ شو صار؟ ايام ريحتك الكول. بدي ساعدها؟ ما عم بعرف كيف ساعدها. بدك تطلقها ومش عارف كيف تطلقها، خايف منها. كل ما تقطع سنه اكبر بحسك. وانا كمان عم بكبر. لما نستبعد المشاكل الجسديه بننتقل دغري على الطب النفسي. عندك مانع حولك لعند دكتور نفسي شاطر؟ بجور. مين؟ كريم. مرتي اكبر مني بكتير. هي زادت علي كتير. كيف يعني زادت عليك كتير؟ يعني أنا حابب أتكل على حالي أكتر، حابب يكون عندي كلمة، حابب أحكي وأقدر أقول لا. كأنه عم تحكي أكتر عن علاقة مع أم أكتر من علاقة مع زوجة. ليه ما بتحكي أمك؟ الله يخلي لها مصريات أو جوزة الطفل. قد ما يكون دوري هيدا أمك. أنا ما عندي أم. إذا بتسمح في أحكي مع كريم؟ كريم مش هون. فل؟ ما جالي فل. ما تزعل مني خيي، بس كريم لازم ياخد عنك شي شقلة. شقلة شو؟ انه يهتم بخيو. بيكفي انت شو صرت. هذا ابني ومش ابنه. اللي زمان ما شفتك عم ترسم. بطلع على تدخيتي بجيب لك لوحاتك. بابا 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 التقينا هيدا كان قدر. حسينا وحبينا بلمح البصر. ما صدقت لقيتك بأسراري حكيتك. قبلك شو كان قاسي قاسي هالعمر. مش صدفة التقينا هيدا كان قدر. حسينا وحبينا بلمح البصر. ما صدقت لقيتك بأسراري حكيتك. قبلك شو كان قاسي قاسي هالعمر. قلبي مرتاح فيك مجنون. معك مفتاح عمري المسجون. حلو الغرام.
ورمالي تنبقى سوا وفنا بالعواصف نتحدى الهوى وحده كان الغالي حبنا من البداية قبلك ما في ماضي وبعدك ما حدا قلبي مرتاح فيك مجنون معك مفتاح عمري المسجون ابتدت حياتي معك حياتي تطفى انا بين الغيوم قلبي مرتاح فيك مجنون شو بيك بسوق عنك؟ دخلك من شوي كنت عند بيك وما كان بشي غريب كيف الانسان بيبقى تلك؟ خلص سكتي بقى عم ترفع صوتك بوجهي؟ شو عندك اسيورانس ضمان او شو حتى يبلشوا له بالعمليه؟ طيب شو ناطرين؟ عمليه شو؟ شو في حدا يطمني؟ انا رح انزل. طيب شو قال الحكيم؟ حيلته خطره خبرني طمني. طيب وحياتك ما في شيء خطر، بده عمليه لورقه وعنده فدغ صغير بس واعي وعم بيسمعنا ويهز براسه. باذن الله ما في شيء. كيف وقع؟ خيي كان على التدخيته بيظهر عم بينزل شويه اغراض بده ولادك ان شاء الله بنرد لك المعروف وقت فرحتهم. يعني شو ما عملنا شيء
طيب بتحكيني وبتطمني لما يظهر من العملية؟ ايه اكيد. ولو رقمي صار عندك، هذا اللي حكيتك منه الصبح. خلص كلك ذوق عموريس. خليك خليك على سلامة ان شاء الله. مرسي. اذا بتعوز شي حكيني. كلك ذوق عموريس. مرسي. شو ما بتعوز حكيني، كأنه بحياتك عايزت حدا من البضاعة هيدي. انا رح اروح ارتاح شوي. الله معك. ليه عم تحكي معي هيك؟ شو عم قلك يعني؟ عم قلك الله معك؟ مثل كأنه أنا اللي غلطانة وكذبة كذبة قد راسي. مش وقتها هلأ هيا. حكيني وطمني بس يظهر بيك. أنا رح روح على البيت ارتاح ورح أنطرك. مش نايم بالبيت. وين بدك تنام؟ ببيت أهلي مع حبيب. وأنا كيف بدي نام لوحدي؟ شو بصير لك إذا أنت لحالك؟ شو بتروح حبيب لوحده يعني؟ دخلك عميتك وينه؟ ما شفت ولا وحدة منهم. خلي يروح ينام عند شي وحدة، ما بيصير له شي إذا تطلعوا فيكم شوي. ما بدي حدا يطلع فينا شوي. طيب خلي هو يجي ينام عنا بدل ما أنت تروح تنام هونيك. ما بعرف هلا بس يوعى بين العملية منك الموضوع. باي. الله معك. صاير هون؟ شو بي وجهك؟ اجا لهون؟ رد علي، اجا لهون؟ ليه فتحتي له الباب؟ انا شو قلت لك؟ لك ليه غيرت القفل ما زال بدك تفتحي؟ كان في عندنا ناس من الجبل فتحتها ما يشتغلوا عشي تنتشر الخبرية. لك تنتشر الخبرية؟ مش انت يلي دايرة عم تتعاطي وتشمي؟ ترجيني وجهك. ما بني شيء وحياتي. هلا بفرجي. لوين؟ شو بدك تعملي؟ مين؟ مين؟ خلصنا منه بقى. واحد مثل هيدا مش لازم يكون موجود بين الناس. ما تبهدلينا أكثر من هيك. ولك حاج عطلاني هم الناس. ناس كلها عارفة من زمان أمي. إذا ما بيقولوا لك إياها بوجهك مش معناتها ما معهم خبر. كلهم عارفين إنك عشت على الخبيط واللبيط، ما بقى تكذبي على حالك. الله يخليك كسر الشر، ما بعرف أفتح لحدا، كسر الشر وما تكبريها أكثر. بمين عم تتصلي؟ بالحيوان. أنا فرجي. وجه لهون وحياتك. فهم انه ما عم نترك بالبيت ولا ليره. المهم انت روقي وما تعصبي. عطليني همي؟ اي متى بدك تبلشي تعطلي هم حالك؟ شوفي وجهك امي، شفتي لوجهك؟ فكري بحالك انت وبس، ما بقى تعطلي هم حدا لا انا ولا غيري، عطلي هم حالك انت وبس. تقبريني، انت كل حياتي وهمي. من أنا وصغيرة بسمعك عم تقولي ما بدي أترك البيت كرمال لين، ما بدي بنتها تربى بعائلة مفككة. عن أي عائلة كنت عم تحكي؟ من الأساس ما في عائلة، في أنت وأنا
وأنا من زمان صرت كبيرة وبعرف كتير منيح اهتم بحالي. اهتم بحالك ماما أنت وبس. كل ما أسمعك عم تحكي بطمن بالي، كأنك بنت تاني ما بينخاف عليها. شفتي؟ أنت قلتيها، أنا ما بينخاف علي. بس ياريت تسمع مني وتقبل تشتغلي على حالك ونفسيتك عند حدا، كنت بتصيري أقوى مني. يا عنديك يا ما بدي. كم مرة بدي أقول لك أنت أمي، أنا ما في أشتغل مع حدا بعرفه. يقبرني اللي صار كبير ويشتغل. عمتي خلص روحي على البيت ارتاحي، ما انا هون. لا تقبرني بيطمن عليه. انا بطمنك عمتي، روحي ارتاحي. الله يسعده هذا المعطر الثاني. هلا مين بيهتم فيه؟ ليش معطر؟ قصدي انه بيا كان عاطيه كل وقته، كان يحمله ويحممه وطعميه. عمتي ما بقى تقصدي شيء الله يخليكي. كان بدي اياكي تروحي تقضي عنا يومين ثلاثه تشوفي حبيب كيف كان اهتم فيك احسن ما انت بتهتمي بحالك. ايه يقبرني، بيقولوا انه هن عندهم بيبقى قلب طيب. حبيبي مش رح يسمعك هلا، بيكونوا عاطينه دواء. طمني، نجحت العملية؟ هلا بيظهر الحكيم وبتحكي معه. طيب بس كل شيء كان منيح، نجحت العملية؟ اي نجحت، بس ما بعرف اكثر منك. يا تقبرني يا اخي، ناقصك بعد؟ ناقصك بعد؟ بعدها حمرة. يومين وبتروح. والله صار عندك خبرة. ما بقى رح نسكت له. عم تسمعيني؟ ما عم نسكت له. مين كان بيقول انه يجي نهار ونقدر نظهره من البيت؟ انت كنت متوقعة هالشي؟ من وقتها ما تعلمت انه كون قوية لحتى اوقف بوجهه واحميكي منه، عرفت انه خلصنا منه. او بالاحرى افتكرت خلصنا منه. بس الهيئة رح يجبرني اعملها عن جد وكبه بالحبس. فكرك إذا انحبس رح يبطل يتعاطى؟ آخر همه إذا بيتعاطى أو شو بيعمل، المهم ما بقى نشوف صورة وجهه. سحب له كذا فرصة يتعالج بس هو ما بده. الله يلعن اللي كان السبب وعلقه بهالقرف. وحياتك يا أمي بيك ما كان هيك. ما بحياته كان يمد إيده علي. أنا ما بتذكره إلا هيك، ما لحقت أعرفه غير هيك. مين؟ ما حدا. هو؟ لا، هذا رواد. وليه ما رديتي؟ بشرفك ماما، ما إلي جرأت أحكي على التليفون. يا أمي هالشاب مبين عليه آدمي وابن عائلة. إيه بعرف. وليه عم تهشلي؟ ليه ما بتفكري تتعرفي عليه أكتر؟
ما بدي اتعرف لا عليه ولا على غيره اكثر. انا كثير مبسوطه هيك. وانا عبالي شوفك لابسه الفستان الابيض وظهره من البيت. خلص لعيونك رح البس لك احلى فستان ابيض واقعد اتمشى لك بالصالون كل النهار، مش ضروري تشوفيني ظهره من البيت. وانت ما بدك تاكل؟ انا بعد شوي هلا ما لي نفس. ماشي حبيبي. عم باكل حبيبي. معلش خديها منه. تعرفني ما بحب اكل من ورا حدا. انا باكل حبيبي اعطيني. سناي واقفة، أنا بفتح. دوري؟ لشو بدك الباسبور؟ رح جدده بمصرياتي انا، ما دخلك تسالي انت. لشو بدك الباسبور يا ماما؟ ماما؟ اكيد عم تحكي معي انا؟ هلا بلا هالحركات، جاوبني لشو بدك الباسبور؟ لوين مسافر اسم الله؟ شوف بيي، عندك مانع؟ ما رح طول ببيتك، دقيقتين باخذ باسبوري وبمشي. بيك؟ لي من انت بتحكي مع بيك حكيك؟ كيف حكيت معه؟ ليه حكيت معه؟ عرف انك فليت من البيت؟ دوري عم بحكي معك شو ببني؟ كمل اكلك حبيبي. بدي روح لعند البابا. حبيبي البابا هلا بيكون نايم، بكره بنروح لعنده الصبح وبنقضي النهار كله عنده. شوفني. اوكي انا راجع خلينا نكمل. جاوبني. شيلي ايدك عني. ما في تروح لمطرح. دوري ليش ما بتقعدوا تتفاهموا انت وامك على رواق؟ هيك بهالطريقة. انت ما تتدخل ما خصك. اعتذر. معك حق. كيف صدقته؟ ليه لحكيته؟ ليه ما انقبر اخذك معه لما برم ظهره ومشي؟ هلا صار بده اياك؟ روحي حياتي. على رواق. دوري ليش ما بتقعدوا انت وامك تتفاهموا على رواق؟ هيك بهالطريقة ما بتوصل لمطرح. انت كلبة، مجبور تسمع لو تحكي معها، بس أنا ماني مجبور. لا تقلل تهذيب معي. شو بتعمل؟ بتضربني؟ شغل البيت، بس هلا هو بالمستشفى عملوا له عمليه لانه وقع، بكره راح يصح. بترجيك يا ماما ما تعمل فيه هيك. ما اعمل فيك هيك؟ ما اعمل فيك شو؟
ما كبك على الطريق قدام اصحابك وبهدلك قدامهم وارجع اتجوز ولد صغير. نحن ما صدقناك على الطريق، بس انت قررت تحمل حالك وتفل من البيت. يا ما ترجيتك كرمال تبقى بالبيت، يا ما ركبت وراك على الطرقات وحملت حالك. رجيناك تتبقى. ايه على اساس البيت بيتك لتترجيني ابقى عندك؟ ترجيتك تتبقى ببيتك، هيدا بيتك. انت كنت ناطر النهار من زمان، قعدت بخلقتكم سنتين بس ما قدرت اتحمل قرفكم اكثر من هيك. من مصلحتك انت انه اختفي على الاخر، هيك بتضحك علي بعد اكثر. احنا بنحبك يا ماما. احنا بنحبك؟ هي على اساس هو شقف منك ايه؟ انت بتحبي حالك بس، حتى هو ما بتحبيه. بتحب تحس حالك زخطوره واموره ومن عمره، انه انت كمان زخطوره كثير. حالك زخطورة وأمورة ومن عمره. كان عمره 16 سنة لما طلعت له سيارة من الشركة بأحسن مدارس حطيته. بشو غلطت أنا؟ ما كان لازم تمدي إيدك عليه. الله يخليك، بلا وعزيتك على القلب. منك أحسن منه بكتير، صاير كذاب وبيعلى صوتك. بعدني لهلأ ساكتة، بعد ناقص تمد إيدك علي كمان. أنا كذبت عليك كرمال ما فوت معك بجدل. بالنسبة لك العلاج النفسي جنون وهبل. يمكن معك حق، بس أنا مستعد جرب حيلا شيء حتى صير منيح. أنا بفرجي هو وبيو بكره بفرجيهم.
اعطيني هذا من ايديك. لازم تنبسطي انه اتفقوا وصاروا منيح مع بعضهم. دوري بحاجه لبيو خاصه هلا، هيدا بيو. بيو؟ شو عمل له بيو؟ شو كان في يعمل؟ دوري كان بده يعيش معك، انت منعتي بيو يعمل. مرته اللي منعته مش انا. بده يندم الواطي، بده يلحق بيو؟ فكره لقيمة عايشه عندها وتعاملوا مثل ولادها، ان شاء الله بتزله. ما تقولي هيك، هذا ابنك. انا ما عندي ابن، من وقت ما ظهر من البيت بطل عندي ابن. انا بفرجي خليه يلحق بيو الكلب. حطي حالك محله هيام، فجأة دخل على حياتك شاب اصغر منك سكن معك بالبيت. هيدي حياتي وهيدا بيتي وانا حرة. ليش بيو بده يتجوز وانا لا؟ لأن ما بيعرف بيو، لأنه ربي وعاش معك، حتى بيو ما بيعني له. يمكن وهلأ صار بده يلحق بيو من بعد ما علمته وكبرته؟ فكره بدها تاخده بالأحضان وتعيشه مثل ولاده؟ إن شاء الله بتزله كمان. أنت عم تحكي هيك هلأ لأنك معصبة. خلينا نطلع نجرب ننام ونرتاح شوي. ما بدي نام. فرجيك إذا ما برجعك زحف على البيت وتبسلي إجري ما بكون اسمي هي. بكرة بفرجيك. لازم امشي. جاي دقيقة. يلا تعي سكري باب وراي قدام عيوني. خدي هاي معك. ما بقى تعطيني فواكه وخضرة رح تضحكي الناس علي. كليها من دون ما حدا يشوفك. اوعى تفتح الباب. إذا اجى دغري بتدقي لي، سمعتي؟ وحياتك يا أمي ما بقى رح يوجه لهون. فهم إنه ما في بالبيت ولا ليرة. ما تعتلي همي. اوكي ماما. انتبهي على حالك. الله معك. شو ماما؟ ماما بدي اسمعك عم تقفلي الباب. عم بقفل يا امي، عم بقفل. فلي رح تتاخري. الله معك. صار يعرفك.
من اول ما فتح عيونه البابا اليوم هو بسيرتك. سوري، اي ساعة بدكم تنقلوا على الأوضة؟ يلا شي ساعة تيوصل الدكتور بيطمن عليه. سلامته البطل. لك شو؟ سلامته البطل وقصص؟ صاير عم تغزل بالصبايا يا أزعر؟ عم توجع بابا؟ لا حبيبي مش عم بوجع، بس بدي ينقلوني من الأوضة، بدي آكل جوعان كتير. إيه بس بابا يمكن ما يخلوك تاكل اليوم، لبكرة. شو لبكرة؟ رح نوطي من الجوع. شو قال لك الحكيم؟ الحكيم قال لي إنه كل شيء منيح، ما تعطلهم. أي منيح؟ خد لك هلأ تيلحم الورك، راحت له بالتخت أشهر. وشو بدك أحسن من هيك؟ أنت بتقعد ترتاح بالتخت كل النهار ونحن بنخدمك. إيه أنا بخدمك. ريما عم تحكي مدام. ليه رديتي انت؟ اعطيني نهى. نهى؟ ما اجت على الشغل، حضرتك طلبتي منها ترتاح بالبيت وما تجي هالفترة. شو مجذوبة هيدي؟ اتصلي فيها بسرعة. أنا ساعة بكون بالمكتب، بديها تكون واصلة قبلي. شت. سناي، تعي أنت كمان. يس مدام. جيبي لي كباية مي وفنجان قهوة. أوكي مدام. أي ساعة ظهر مستر؟ الصبح الساعة 7. وهيداكي بعده نايم ولا راح مع خيو؟ حبيبي راح معه. طيب جيبي لي كباية المي وحبتين دواء لوجع الراس. ايه اوكي مدام. اي بونجور روزي. بونجور. وصل الحدا لعندي؟ في مسيو جاي عند دكتور توبيا ليعمل درسه، ولا مدام حبلي جاي عند دكتور زعرب وشرع عقبالك، عن جد نفرح منك شنهار. وليه عم تخبريني؟ انت سالتيني اذا وصل حدا؟ لعندي انا روزي. لعندي. عن جد بحكموا الخوتين هن بس عقل. عن جد انا سكت لها انه بس عيب قدامكم، بتعرفي بدي اجي نهار انضبك الكيش وانت. افتكرتك غيرت رأيك وجيت تتسجر. لا رحت لعندها امبارح عملت لها زيارة. لعند مين؟ لعند امك؟ شو رح تعملها؟ لعبت فيها ليوم اللعب. كيف يعني شو صار؟ شو بدك في حشتة تطلع فيهم ما تعطيهم أهمية؟ ايه كمل لقلي شو عملت؟ رحت لعندي انه انا بدي الباسبور ومسافر لعند بيي. خوتت وجنت. بيك؟ ليه بيك حكيك؟ لا يا عم قلت لك لعبت فيها. وليه هيك عملت؟ شو عندي؟ عم بتسلى. حرام عليك. ضربتني كاف. شو؟ والله ورديت لها اياه. دوري اقعد شو بدك فيهم ولاد؟ دوري كرمالي انا. في شي صار لك ساعة عم تطلع وبتضحك؟ روح 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 على ما تاكل لك شي بدل مرتب. هلا لك ساعتين عم تطلع وبتضحك، إذا في شي قل لي. ايه في شي عم نسأل عن أمك. شو قلت؟ أمك أمك. ليك كيف أمك؟ خليها بتظهر معي الليلة أو أنا كبير عليها. دوري دوري تعال هون بعد بعد ولا دوري خلاص.
شو لكين؟ بحكي معك انت واقفه برا؟ اسمعي شو بدي اقول لك. هلا بتوقفي الاسيورانس لدوري وبتبعتي شباب يجيبوا السياره يوقفوها بالباركينج وبتعطيني المفاتيح وبهالثانيه بتوقفي له خطه. ناس الكلب انه بعدني لهلا عم بدفع له فواتيره. صدق حاله انه صار زلمه. بتعملي هالتلات اشياء وبترجعي لعندي. بس مدام بتصور الاسيورانس ما فينا نلغيها هلا، سبق ودفعنا كل تكاليفها. قولي لهم ما بقى بدنا، نقلنا على شركه ثانيه. ما يردوا لنا مصرياتنا ببساطه، ما بقى بدنا اسيورانس. اوكي. ما هيك عنوان الدجاج يلي ساكن فيه؟ عنوان دوري اماي. هال روحي ورجعي خبريني شو بصير. مدام انا ما خصني، بس يمكن افضل اذا نترك الاسيورانس. الله لا يقدر اذا صار شيء. الله لا يرده. اعملي مثل ما عم اقول لك. تفضلي. مرسي. شوفك جمعة الجاي. باي باي. الو ايه روزي فوتي. إذا مشغولة برجع معك شوي. لا شو قولي؟ شوفي دوموزالين، أنا لو ما بعزك كنت بطنش وما بحكي بالموضوع. شوفي الطريقة اللي حكيتيني فيها قدام الكل كثير جرحتني. أنا شو غلطت يعني؟ عم بقول لك مين جاي ولا شو؟ عم تخبريني شيء ما دخلني أعرفه. مين اللي قال لك انه المريض بحب الناس تعرف شو بيه؟ بركي هو مش حابب يحكي مثلا، ليش لحتى انت تخبري؟ هيدي مش أول مرة روزي، سبق وحكينا بهيدا الموضوع. ولو سمحتي، الناس يلي بيجوا لعندي ما بريد تسأليهم أسئلة، شو بهون وليه بدهم يتعالجوا؟ مش شغلتك أنت لا تعرفي شو بهون ولا ليه قرروا يتعالجوا. مش أنا بسألهم. هن بيرتاحوا لي بيفتحوا لي قلبهم بصيروا يحكوا. ما ترد عليهم. شغلتك تستقبليهم، مش تسأليهم وتسليهم. وبليز ما تخليني انجبر وظيفة سكرتيرة خاصة إلي واستغنى عن خدماتك. فرجيني من خارة. ما في شيء، ما خليته صب لي وشي. ايه لأنك كتير قوي. شو كان له لزوم اللي عملته دوري؟ إذا فتحوا هلا تحقيق بالجامعة وكبوك برا بترتاح يعني؟ كبوني آخر همي. يلا روح انزلي على جامعتك، ما تروحي صفك. أنا ما بني شيء وبعد شوي نازل على الشغل. عم تشحطني؟ لا بس كرمال ما تروحي صفك. ليه على طول مصر تعمل حالك قوي وإنه أنت ما بتتأثر؟ ليه عندك شك إني قوي؟ دوري عن جد هلا ما بقى تكبت. لما تحس حالك بدك تبكي بكي بترتاح. مش عيب ابدا الانسان يبكي مرات. انا ما ببكي. طب كيف بيعرف رودولف انه امك تجوزت شاب؟ تجوزت ولد صغير عادي وليا ما تستحي. مش هيك كان بدي اقول. انا المجلوب خبرته لما كان بعدنا اصحاب. راح الحيوان نشرها بكل الجامعه. كل مره بفكر حالي ارتحت منها. بس بعد ما بفهم انه رح تضلها مهدلتني طول حياتي. أنا بلاقي إنه عم تعطي الموضوع أهمية أكثر من اللزوم. خلي بيك تجوز صاحبتك من عمرك ورجعي تعي قولي لي إذا عم بعطي الموضوع أهمية أكثر من اللزوم. جوزها مش من عمرك أولاً ومنه صاحبك ثانياً، ليه عم بتزيد على حالك دوري؟ كنا نتمرن أنا وياه بالنادي قبل ما يصير حديث ناس وانجبر أترك. إيه بس منه من عمرك، منه هالقد صغير. قديش فكرك أكبر مني يعني؟ إنه أكثر من 10 سنين؟ 10 سنين كتار إيه؟ بدي بلش حياة جديدة. ما بدي شي يذكرني فيها أو شي له علاقة فيها بحياتي. بكرهها. كذاب. لو بتكرهها ما كنت رحت لعندها امبارح واخترعت كذبة إنه مسافر عن بيك وهو بعت وراك. بتعرف ليه عملت هيك؟ كرمال تشوف ردة فعلها. لأنك اشتقت لها.
هيداك التاني كمان بكرهه أكتر منا. ما بتفكرش نهار الكذبة اللي كذبتها تعملها؟ إنه تحكي معه؟ أكيد لا. ليه لا؟ وبيعرف إني موجود. ولا مرة حكينا. ولا مرة. ولا كان إلي وجود. بكي مع الاب ترتاح. ما تكبته. أمي روحي أصفي. شو بعتي له ايميل؟ شو بدك فيه؟ هذا ابنه غرت؟ بدل ما تنبسطي انه عم يجرب يصلح علاقته فيه. هلا بعد كل هالسنين؟ ان شاء الله هلا وان شاء الله بعد 100 سنه، مهم انه تحرك وعم يجرب يتصالح معه. عظيم، ينضرب منه اله. دخلك شو صاير لك انت؟ انت اللي شو عم بيصير لك؟ شو بك كل ما بحكي كلمه بتقوم علي، المهم تقف ضدي؟ وطي صوتك يا عم، نحن بالمستشفى. فيك ما بدك تقلي وطي صوتيك؟ كم مرة قلت لك ما تعلمني كيف بدي احكي؟ طيب يلا قومي وقفي على الطاولة وصرخي قدام كل العالم، يلا جرسي حالك قومي. أنت كبراني براسك كثير، صاير على الرايح والجاي. إيه إيه هيام، أنا ما عدت هيدا المشدود يلي على الرايح وعلى الجاي بده يزقف لك، صار لازم تعرف. لا حبيبي، أنت صار لازم تنتبه لوضعك كثير منيح وتزين. بتعرفي شغلة؟ والله ما بعرف شو بعدني عم بعمل معك. اشرح اللي قلته بالمستشفى. ما لحقت تنام، عم بحكي معك. ما في شيء اشرحه، بس تتعلمي تحكي مع العالم وببقى برد عليك. انا هيك بحكي، كل عمري احكي هيك، بس انت مدري مين مقوي لك نبضك علي. خيي نايم، يا ريت ما بيوقع صوتنا. شو يعني ما بعرف ليش بعدني باقي معك؟ شو يعني؟ رد! ما بعرف ليش باقي معك. يعني مش مبسوط بقى هيك يعني. تصبحي خير. ومين اللي قال لك انا مبسوطه؟ صاير ما عندك شغل غير تعطيني ملاحظات باخلاقي وشخصيتي وتعظني. اوكي ما بقى رح اقول لك شيء. انا ما تغيرت، انا بعدني مثل ما انا. انت اللي مغير، ايه اللي فوقاني تحتاني. عال انا اللي مغير وما بقى عم بتحمل تصرفاتك بقى. هي مشكلتك، بدك تشوف كيف بدك تعالجها. اوكي مشكلتي وانا رح اعالجها، تصبحي على خير. شو يعني بدك تعالجها؟ عم تهددني؟ لوين بعدني عم بحكي معك؟ خليك احكي وحدك، انا رايح نام. ما بقى رح ارجع. فلينا حبيبي، خلينا نروح على البيت هيك احسن. انت مشتاق تنام بتختك؟ بلا. وينك؟ خدي فل الباب. ليش بك صرت لعملك سكري الباب؟
شفتي هدول هونيك؟ تمسكيهم وبتلزقيهم بالباب. إذا بعرف كريم فات على البيت بدي تحوسك التعوس، شوف أنت قومي جيبي الغراض والزقيهم بالباب. ليش هيك صار تعملي تشيلي الغراض وتلزقيهم بالباب؟ مدام هدول كثير تقال، كيف فيني شلون حطهم على الباب؟ غراض كثير تقال؟ بيمسكون هيك وبيلزقوهم بالباب. ليكي إذا ما بتعملي هيك بكبك برا، شوف أنت بعد ناقصني أنت كمان. تركت البيت هالمرة خلص. شو بتقصد بخلص؟ يعني خلص ما بقى رح ارجع، ما بقى فيني اتحمل. شو يلي مش قادر تتحمله؟ كل شيء. بدي افكر بحالي، ناوي اكون اناني وفكر بحالي. اذا فكرت بحالك بتكون اناني؟ بخاف عليها، بخاف تعمل شيء بحالها، بس ما بقى فيي ضل معها بس لاني خيفان عليها. عم يطلعوا فيي. خلص ما بقى بدي احكي عنها اليوم. عن شو عبالك تحكي؟ إن شاء الله صرت أحسن. كتير منيح، شو عبالي؟ كسر كل اللي صار. كريم كيف؟ منيح؟ كريم منيح، فل من شوي عنده اجتماع ورجع جاي. إيه عال. ليش أنت ما عم تشوفه؟ قليل كتير. ليش؟ في شي يعني؟ من جهتي أنا لا. ظاهر مختلفين؟ على شو يا ابني؟ ولو، ما أنتم مثل الإخوة. ابنك يا عمو بده ينا كلنا نكذب مثله، لازم بالقوة نشوفه مبسوط نقله نيالك بهالجازة، وقال منطلع مش منيح وما منسوى. عم تهرج قدام كل صاحبتي، نزع حياته بإيده، الله يسامحه. فكروا احكيه واترجيه وقل له دخيلك رجع على البيت كلب. يلا بلاه بلاهم كلهم وبلا بلاهم. سيناي وينك انت كمان؟ تعي شيلي لي هالغراض من وش البيت. روح معك الليلة، اعتذر لي منهم حبيبي، قل لهم اني مريضة. عيب رنا، انا اللي عزمون على العشاء. ما علي حياتي، قل لهم تعبانة، زهقت غدوات وعشوات كلهم حكي وشغل، بفضل ابقى مع الاولاد. هيدا شغلي رنا، مجبور. بتفكري انه عبالي يعني؟ بعرف انك مجبور حبيبي، ما بقول شيء، بس انا ما عبالي روح. راحتك حياتي. ربيع فينا نبكر سفرتنا؟ اشتقت لأهلي وما رح أنطر لآخر شهر الجاي. بليز فيك تاخد فرصتك هلأ كرمالي. لا أرجع منحكي حقيقتي. يعني إيه؟ بخبر الأولاد رح ينبسطوا. هلأ ما تخبريهم شي، قلت لك لا أرجع منحكي. باي. زمان حتى قدرت سمح. عشو سمحت أمك؟ كان لازم تتركنا وتفل، كنا كتير بحاجة لإلها.
أنا وبي وخيي كنا بحاجة إلها. كتار بيمرضوا وبيستجيبوا للعلاج وبيصحوا وبيقوموا وبيصيروا أحسن من قبل كمان. ليش هي لا؟ ليش ما قاومت؟ ليش ما عاربت؟ ليش دغري استسلمت؟ لما عرفت بمرضها قعدتنا وحكيتنا ونظمت لنا حياتنا كيف لازم تكون بعد ما هي تفل. هي كان بدها تفل. بعدني بذكر كثير منيح مثل كأنه امبارح لما بهي كان يقول لها بلا هالحديث انت وحدك اللي رح تربي الاولاد ما حدا غيرك. كنت تسكته وتقول له وعدني انك رح تربيهم احسن تربيه. هي ما كان بدها تضل. هي كان بدها تفل. ليه برأيك كان بدها تفل؟ ما بعرف ليش ما حاربت؟ ليش؟ أنا كان بدي إياها تضل. كنت بحاجة لها كثير. العمى بقلبها، شلحته السيارة اللي هديته إياها. أنت مين قال لك؟ مش مهم مين قال لك، المهم عرفت. تتصل منا لابنا، نحن شو دخلنا؟ قد ما يكون، هلا أنا إذا اختلفت مع بيي بيطلب مني رد له كل شيء هديني إياه. هلا ايه انا كتر خير الله، امي مش هديتني الا في جماعة، تاخذها احكم. هلا من الاساس ابنه ما بيحكي معه، مش جديدة الخبرية. بس ليش لهلا لشلحته السيارة؟ هيدي اكيد بتعرف، بس ما بتحكي. ولا ما بعرف شيء انا. كذابة، ولك انت إذا فاتت على الحمام بتفوتي معها. يا ريت بلا مسحة تقيل. اسكتوا هيدي هي. الو؟ بونجور مدام. اوكي هلا بتصل فيهم. في كمان مدام داوود كان مفترض تشوف الفيلا اليوم. اوكي اوكي هلا بحكيها وبلغي معه. سلامتك سلامتك مدام. ليه 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 معه دخان اعطوني. معقول شو ولاد؟ دي بتبهدلك بتكحسك وبتعمل فيك العمايل وبعدك بتحبيها. اكيد انت مريضه. عن جد مريضه. انا هون تاشتغل مش تتاحنك. في دخيلكم تعوا على مكتبي. ما بحب البارتي بوبر ما بتحملها. يا ويلي انت حياتك شو بتزهق. انا اكيد انه ما عندك اصحاب. قلتي لي على قلبي. مين معه دخان؟ اعطوني اعطوني دخان. هيدي اول مره بحكي عنه بالبيت. ما بنحكي عنه. ليش؟ حبيب كان صغير ما بعتقد انه بيذكرها. وبي اضرب مني. اوقات بحسه مثل كانه مش مقتنع انها فلت. كان يحبها كثير. بحديثك قلت اكثر من مره لهلا تسامحتها. على شو سامحتها؟ ما بعرف. يمكن لهلا تتقبلت فكرة انه خلص ماتت. يمكن هلا ما عاد بحاجة لوجودها بحياتي قد قبل. كيف يعني ما عاد بحاجة لها قد قبل؟ قبل كنت صغير كان عمري 10 سنين كنت بحاجة لها كثير. هلا صار عمري 30 سنة. يعني عم تجرب تقلي انه بما انه صار عمرك 30 ما عاد بحاجة لأمك؟ لا مش هيك. بس الولد عمره 10 سنين مش مثل زلمة عمره 30 سنة. قبل كنت بحاجة لإلك كتير كتير. ويمكن مرتي كمان لعبت دور بهذا الموضوع من دون ما أنا أحس. يعني عم تجرب تقلي إنه مرتك كانت حدك وعبت هالفراغ ولعبت دور الأم اللي أنت بحاجة إلها؟ إيه. بس المشكلة إنه هلا ما عدت بحاجة تكون حدي هالقد. خلص صار لازم تفهم إنه
صار لازم تفهم انه انا رجال، عندي كلمتي وعندي قراراتي. عم بختنق، عم تخنقني. بعتذر، انا عادة ما ببكي، بس انت بوثق فيك كتير، ما بعرف ليش، بس بكون كتير بكون مرتاح لما نكون عم بحكي معك، مع انه ما إلي زمان بعرفك، بس كتير بكون مرتاح بس احكي معك. ميرسي كتير. عشو؟ عم بعمل شغلة. غريب، قبل كنت اضحك على هالقصص، هلا مش مصدق امتين برجع لعندك. هدفنا كتير منيح. ما بعرف ليش برتاح لك هلا قد بوثق فيك، مع انه ما لي زمان بعرفك. بعدك زعلانة مني؟ لا، بس ما تنسى شو حكينا امبارح. والله انا كرامتك يعني، ما انا شغلي بكون فوق راسي، بترك كل شيء لسيرهم، انا بقول زهقانين بكونوا وهيك. خلص بتعرفي شو مرتجة، اذا هن بيحكوني ما رح ارد عليهم، جمفو. ان شاء الله. صوتك، بدي احكي معك كلمتين. بدي احكي معك ولا كلمة، شكلك ما رح تفهم غير ما اطلب لك الدرك، انا بفرجيك. بدي 100,000. بدك تركني. ليش يا حبيبي؟ تسعيني بس 100,000. ولا 1000 ليرة ما رح تطلع، ولا 1000 ليرة. بدي 100,000. اكسر لك اياها لايدك. Just.